السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين في هذا نوفيل فيديو. دائما في السلسلة ديال الفيديوهات حول الجبايات المحلية اللي كينظمهم القانون رقم 4706. دونك في الفيديو السابق هضرنا على لا تاكس دافيتاسيون، ضريبة السكن. اليوم ان شاء الله غنهضروا على لا تاكس بروفيسيونيل، الضريبة على الرسم المهني، لا باتونت سابقا. دونك شنو هي لا باتونت؟ شكون اللي كيخلص لا باتونت؟ كيفاش كتخلص؟ الى غير ذلك من التساؤلات نحاول نجاوب عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك على بركه الله، السؤال الاول اللي غنجاوب عليه هو لي بيرسون امبوزاب، يعني شنو هما الاشخاص الخاضعين للضريبه على الرسم المهني، سيتادير لو شون دابليكاسيون. دونك حسب الفصل الخامس من القانون 4706، la taxe professionnelle est payée par toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle. يعني الضريبة على الرسم المهني كيخلصها أي شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو جنسية أجنبية كيزاول واحد النشاط مهني في المغرب، هذا النشاط المهني كيزاولو بطريقة اعتيادية وبهدف ربحي، فين داخل المجال الترابي المغرب راه هو خاضع للضريبة على الرسم المهني. دونك دابا نشوفو لي زيكزونيغاسيون والإعفاءات. دونك حسب الفصل السادس من القانون 4706 عندنا ثلاثة ديال النوع ديال الإعفاءات. النوع الأول هو الإعفاءات الدائمة إكزونيغاسيون بيرمانونت، يعني هادو مكيخلصوش بطريقة دائمة، مع عمرهم يخلصوا لا تاكس بروفيسيونيل، اللي هي واحد لا ليست من بينها فونداسيون حسن دو، لوت كونتر لو كونسير، مؤسسة الشيخ زايد، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، التعاونيات، مجموعة من المؤسسات. دونك اللي بغا يعرف ليست كاملة غيمشي للفصل السادس من القانون 4706. دونك النوع ديال الإعفاء الثاني هو ريدكسيون بيرمانونت، تخفيض دائم، كيستافدو منو الناس اللي عندهم اللي كيزاولو النشاط المهني ديالهم في اقليم طنجة سابقا، كيستافدو من 50% من التخفيض. دونك الاعفاء الثالث هو اكزونيراسيون تومبوير، يعني اعفاء ولكن ماشي دائم، مؤقت، كيستافدو منو لي زاكتيفيتي نوفيلمون كريي، يعني الانشطة الجديدة. شي يلا كتبدا شي نشاط مهني عندك 5 سنين الاولى ديال الاعفاء. فاش تنقولو اكتيفيتي نوفيلمون كريي، يعني هنا راه ما داخلينش ترانسفير ديال لاكتيفيتي، يعني نقل النشاط، ولا شونجمون ديال اكسبلواتون، يعني تغيير مسير. كاينين مؤسسات ما كيستافدوش من هذا الاعفاء بحال لا سي دي جي، صندوق الاذاعه والتدبير، بنك المغرب، مؤسسه التامين واعاده التامين، الوكالات العقاريه. دونك النوع ديال الاعفاء الثاني في لي زيكزوناسيون تومبوغير هو المقاولات اللي كيزول النشاط المهني ديالهم في المنطقه الحره للتصدير، والوكالة أجونس طنجي ميديتيراني، وكالة طنجة للبحر الأبيض المتوسط، هادو كيستافدو من إعفاء لمدة 15 سنة من بداية النشاط المهني ديالهم. دونك دابا نمشيو نشوفو لا باز امبوزابل، يعني الأساس الخاضع للضريبة. دونك حسب الفصل السابع من قانون 4706، دونك لا تاكس بروفيسيونيل إي إيطابلي سوغ لا فالور لوكاتيف أنويل بروت نورمال إي أكتويل دي ماجازان بوتيك usine, atelier, hangar, remise, chantier, lieu de dépôt et tout locaux, emplacement et aménagement servant à l'exercice des activités professionnelles imposables. يعني الضريبة على الرسم المهني كتحسب على القيمة الكرائية السنوية العادية والمحيانة ديال لي ماغازان، محلات الدكاكين، لي زوزين، لي ليو فين أماكن التخزين، اون جينيرال اي تجهيز ولا اون بلاسمون كيخصني باش نزاول داك النشاط المهني، راه القيمه الكرائيه ديالو هي لا باز امبوزابل، هو الاساس الخاضع للضريبه. دونك كيفاش كتحسب هاد لا فالور لوكاتيف؟ كيفاش كتحسب هاد القيمه الكرائيه؟ كتحسب بثلاثه ديال الطرق، تخوا ميثود. دونك لا بروميير ميثود هي او مويان دو بو اي اكت لوكاسيون، يعني عن طريق عقود الكراء والايجار.
يعني السيد كاري المحال ولا كاري الماتيريال، دونك تيكون عنده واحد العقد الكرا تنشوف شحال كاري. دونك هذه لا بروميير ميثود، الطريقه الاولى. دونك لا دوزيام ميثود باغ فوا دو كومباريزون، طريق المقارنه. هنا امتى كنستعملوا هاد لا ميثود؟ في لوكا فاش تيكون ليكسبلواتون هو لو بروبريتير ديال المحل، يعني داك السيد اللي كيزاول النشاط المهني هو مالك الممتلك ولا المالك ديال المحل، دونك ما كاريش. دونك هنا تنستعمل لا فوا دو كومباريزون، تنشوف شحال داك المحل ديالو مثلا، شحال تيتكرا في ديك البلاصه، ولا فاش تيكون مثلا ماشي المحل ديالو ولكن يخدا فابور دونك ما كيخلصش الكرا، ولا فاش تيكون لي بو انورمو يعني عقد الكرا غير عادي. مثلا الكرا في ديك البلاصه مثلا 6000 درهم الشهر، ولقيت الكونطرا ديال الكرا فيها 1000 درهم، دونك هنا كتستعمل لا فوا دو كومباريزون. لا ثروازيام ميثود هي لا فوا دابريسياسيون ديريكت، يعني التقييم المباشر. دونك فهاد لا ميثود كتستعمل بالنسبه لي زيتابليسمون اندستريال، كتستعمل في المؤسسات الصناعيه. دونك فوالا اشنو قلنا. دونك باش نحسبوا لا فالور لوكاتيف، دونك بالنسبه لي زيتابليسمون اندستريال اي توت لي زوت اكتيفيتي، تندخلوا المحتويات ديال ليتابليسمون ديال المؤسسات بتجهيزاتها، وكندخلوا لي بيان لوي او اكي بار كريدي باي، يعني تدخل تاع الماتيريال لوي سوا لوكاسيون عادي ولا بار ليزينغ. وفي كلتا الحالات هاد لا فالور لوكاتيف ما يمكنش تكون قل من 3% دو بري دو روفيان دي تيران كونستركسيون اجونسمون ماتيريال اي اوتياج، يعني ما يمكنش تكون قل من 3% ديال تكلفه الانتاج ديال الاراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والادوات. افيك ان بلافون، كاين واحد لو بلافون ديال هاد لو بري دو روفيان اللي هو 50 مليون درهم. باستثناء هاد لو كوفيسيون، علاش هضرنا 3%؟ كاين فيه استثناء بالنسبه ليتابليسمون اوتيليير، المؤسسات الفندقيه، هادو لو كوفيسيون ديالهم هو 2% فاش تيكون لو بري دو روفيان قل من 3 مليون درهم، 1.5 فاش تيكون ما بين 3 مليون حتى 6 مليون درهم، 1.25 فاش تيكون ما بين 6 مليون حتى 12 مليون درهم، وفاش تيفوت 12 مليون درهم لو كوفيسيون هو 1%. اي نوتا بيني سي كوفيسيون ريدوي نو سون كوميلابل افيك اوكون اوتر ريدكسيون دو سيت تاكس، يعني هاد لي كوفيسيون هاد المعاملات المخفضه ما يمكنش نجمعهم مع شي تخفيض اخر في هاد لا تاكس ديال بروفيسيونيل في لا باتون. باغ اكزومبل اوتيل ولا مؤسسه دونك ايتابليسمون اوتيليير في طنجي، دونك غيستافد من هاد المعامل المخفضه، دونك ما غيستافدش باقي من لا ريدكسيون بيرمانون ديال 50%. دونك فوالا، دونك الفيديو ان شاء الله الجاي راه نشوف نديرو دي زابليكاسيون دي كاب براتيك باش نفهمو كومون اون كالكول هاد لا باز امبوزابل. دونك دابا نشوفو التساؤل الرابع اللي هو لو طو دامبوزيسيون. دونك قبل ما نوصلو لطو دامبوزيسيون خصنا نعرفو بان لا تاكس بروفيسيونيل ايطابلي او ليو دو لا سيتياسيون دو لوكو، يعني تتحسب في البلاصه فاش كاين لوكا. دونك لي بيرسون لي ما عندهمش لوكال دونك يل دواف افواغ اون دوميسيلياسيون فيسكال، وهاد لا تاكس الي دو باغ بوغ لاني اونتيير، يعني العام كامل، اغيزون دي في اكزيستون دو موا جونفيي، على حساب لي بيان امبوزابل لي ديكلاري في لو موا جونفي. دونك كونسيرني لي طو دامبوزيسيون عندنا 3 طو، 10 20% اي 30%. عندنا لي زاكتيفيتي ايل سون كلاسي، يعني لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل كاينين في لي كلاس، كاينين كلاس 3 تيخلصو 10%، لي زاكتيفيتي لي كاينين في كلاس 2 كيخلصو 20%، لي زاكتيفيتي لي كاينين في كلاس 1 كيخلصو 30%. كيفاش نعرف اون اكتيفيتي واش كاينه في كلاس 3 ولا كلاس 2 ولا كلاس 1؟ دونك غنمشي لاخر لافان ديال لا لوا 4706، دونك غنلقى لا مونكلاتور، لا مونكلاتور ديال لي زاكتيفيتي، دونك كنلقى لاكتيفيتي وكنلقى شكون كلاس فاش داخل. وكاين ان دغوا مينيموم، اقل ما يمكن تخلصو في لاتاكس بروفيسيونيل بالنسبه لي زاكتيفيتي اللي كاينين في كلاس 3 كلاس 3، لو مينيموم هو 300 درهم في الجماعات الحضريه و 100 درهم في الجماعات القرويه. بالنسبه لي زاكتيفيتي ديال كلاس 2 هو 600 درهم في الجماعات الحضريه و 200 درهم في الجماعات القرويه. بالنسبه لي زاكتيفيتي ديال كلاس 1
هو 1200 درهم في الجامعات الحضارية و400 درهم في الجامعات القروية. دابا غنمشيو السؤال الخامس اللي هو لو بيمون، كيفاش كتخلص وفين كيمشي هاد لو برودوي. دونك كتخلص باغ فوا دو غول، لا تاكس بروفيسيون كتخلص باغ فوا دو غول، سيتادير هي ماشي ضريبة تصريحية، تتسنى تجيني لافي دامبوزيسيون عاد نمشي نخلصو. و لو بيمون باغ اونتيسيباسيون دو لا تاكس اي ايفيكتيو باغي، ممكن يكون الاداء باغ اونتيسيباسيون يعني بالتسبيق ولا الاداء المسبق بالنسبة لي غودوفابل لي كيديرو لا دوموند، وبالنسبة لي غودوفابل اكزيرسون سور لو مارشي، دوك البائع المتجولين في الاسواق القروية هادو كيخلصوها اداء مسبق، ما كيتسناوش يجيهم لافي دامبوزيسيون. احنا خلصنا هاد لا تاكس بروفيسيونيل، فين كيمشي لو برودوي؟ دونك 80% كتمشي الميزانية ديال الجامعة فين كاين المحل، 10% كتمشي الغرف ديال التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والصيد البحري، وهذا 10% عاوتاني كيقسموها بيناتهم بنص تنظيمي ولا قانون تنظيمي، و 10% اللي بقات كتمشي للميزانية العامة للدولة ديال مصاريف التدبير. نمشيو دابا للنقطة السادسة اللي هي لي زوبليغاسيون دو كونتريبيير، شنو هما الالتزامات ديال الكونتريبيير. الالتزام الاول هو ديكلاراسيون انسكريبسيون او رول دو لا تاكس بروفيسيون، هو التسجيل في جدول الرسم المهني، يعني بديتي واحد النشاط المهني عندك 30 يوم من ديكلاطات ديال المزاوله ديال النشاط خصك تمشي تسجل وتشد رقم الضريبه على الرسم المهني. لوبليغاسيون الثانيه، الالتزام الثاني هو ديكلاراسيون ديال لي زيليمون امبوزابل، خصك ديكلاري لي زيليمون امبوزابل يعني الادوات ولا الخاضعه للرسم او بلوطار عندك 31 جونفي ديال السنه المواليه ديال هذا العام مثلا 2020، يعني في شهر 1 ديال 2020 غنديكلاري لي زيليمون امبوزابل اللي غتحسب عليهم لا تاكس بروفيسيونيل ديال 2021. دونك الالتزام الثالث هو لافيشاج ديال نيميرو ديدونتيفيون، يعني التشهير وديال الاشهار ديال داك الرقم يكون في واحد البلاصه باين وواضح. الالتزام الرابع هو ديكلاراسيون شوماج ديتابليسمون، الى عندك عطله ديال المؤسسة وهاد العطلة يقدر تكون شوماج توتال وبيان بارسييل، يعني عطلة كلية ولا جزئية، تديكلاريه حتى هو في 31 جونفي ديال لاني سويفون. و سي الى عندك ديكلاراسيون دي سيسيون، سيساسيون ترانسفير داكتيفيتي و ترانسفورماسيون دو لا فورم جوريديك، يعني التصريح وبيان الاقرار بالتفويت الى باتي، ولا سيساسيون توقف النشاط، ولا ترانسفير داكتيفيتي ناقل النشاط، ولا تغيير مثلا الشكل القانوني لا فورم جوريديك ديال ليتابليسمون. دونك غديكلاريه وعندك اجل ديال 45 يوم من لا دات فاش وقع شونجمون ديال هذه الحاله. ونقطه مهمه هنا بالنسبه لو ديسي، فاش تيكون لو ديسي ديال لو كونتريبيابل فاش تيتوفى الوفاه ديال الملزم، ذوي الحقوق هنا راه عندهم الاجل ديال 3 شهور باش يمشيو يديروا التصريح. فوالا. وف نقطة أخيرة جوست بوغ لانفورماسيون، آخر أجل ديال الأداء ديال الضريبة الرسمية يعني راه تيكون في لو 30 جوان ديال لاني، سينو غتخلص لي بينايتي. والناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة اشتركوا باش يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.